السلام عليكم. ضبط شحنة الأسلحة فيما عرف بشحنة الزعيمة المتوجهة لتحالف الانقلاب والتي تم ضبطها في منطقة الجزر السبع قبالة ساحل جيبوتي بحسب المصادر الحكومية. شحنات أسلحة كثيرة أيضا تم ضبطها متوجهة من إيران، بينما الموقف الدولي لم يتطور على مستوى القلق على لسان بان كيمون، دون ما إصدار بيان إدانة لإيران التي تقف خلف تلك الشحنات وزعزعة الأمن في اليمن والمنطقة. الضغوطات الأممية لمنع تدفق الأسلحة لم ترتقي إلى مستوى تلك الضغوطات التي تمارسها على الشرعية في الأيام الأخيرة، وبات من الواضح أن الدور الأممي يمارس ضغوطا قوية على الشرعية للقبول بتشكيل حكومة ائتلافية مع الميليشيا، وهو ما يعزز القناعة أن المجتمع الدولي يسعى لتشريع الانقلاب على دولة اليمنيين ضمن العادة الأممية التي تعمل على إدارة النزاعات أكثر من العمل على حلها. فما خطورة استمرار تدفق السلاح على اليمن ومستقبل السلام؟ وماذا يعني هذا السلام مع تحالف الانقلاب بينما لا يزال السلاح يتوافد إليهم؟ وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقود سلاما هشا وهو لم يتخذ موقفا حازما يدين تدفق هذه الأسلحة؟ وماذا عن تحرير الشريط الساحلي لقطع تدفقها التي يقول مراقبون إنها وسيلة تحالف الانقلاب لإطالة أمد الحرب؟ حلقة اليوم ستناقش تداعيات ضبط سفينة الأسلحة، فأهلا بكم، ودعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. سباق تسلح محموم تمضي فيه طهران لدعم حليفها الحوثي في اليمن ضد إرادة المجتمع الدولي، وهو أمر تفصح عنه الأحداث الأخيرة بجلاء والتي كشفت ستار عن وجود تجارة منظمة لتهريب الأسلحة وتسليمها إلى الحوثيين. ففي الثامن من الشهر الجاري اعترض رجال المقاومة في عدن سفينة محملة بالأسلحة كانت في طريقها لميناء المخا الخاضع لسيطرة الميليشيا. التحقيقات مع طاقم السفينة كشفت الضوء عن خط تهريب الأسلحة الذي لم يتوقف طيلة الأشهر السابقة، حيث ظلت الأسلحة تصل تباعا للميليشيا رغم الحصار المعلن عنه. فبحسب اعتراف طاقم السفينة أنهم نقلوا سبع صفقات ضمن مئات الصفقات التي وصلت إلى يد الميليشيا في الأشهر الأخيرة مرروها بسلام مقابل مبالغ طائلة. وتختلف الحمولات بحسب قائد السفينة، فبعض السفن التي مرت ووصلت تحمل صواريخ حرارية متطورة وذخائر أسلحة متوسطة بمختلف الأنواع، إضافة إلى أسلحة قنص وأنواع أخرى. ورغم الرقابة الدولية في ميناء جيبوتي لفحص جميع السفن الخاصة بنقل البضائع التجارية، إضافة إلى تمركز قوات التحالف في البحر وفرض السيطرة على باب المندب لمنع أي خروقات في تهريب السلاح للميليشيا الانقلابية، إلا أن الأسلحة التي تأتي في الغالب لا تخضع للتفتيش أو الرقابة كونها تصل للمنطقة الحرة في جيبوتي وتفرغ إلى مراكب نقل، البعض منها يتم وضع مواد غذائية فوقها وتنقل في وضوح الشمس، وبعضها يتم نقلها ليلا من قبل عصابات مختصة في التهريب، وتسلم تلك الأسلحة للميليشيات الانقلابية بكل سهولة. لا تقتصر عمليات تهريب الأسلحة على باب المندب فقط، فهناك ميناء بلحاف في شبوة وميناء المهرة تحت سيطرة الشرعية، ويتم تهريب الأسلحة منهما أيضا. تقول المعلومات إن كميات من المشتقات النفطية والأسلحة وصلت إلى الميليشيا الانقلابية قبل أشهر. وبحسب التصريحات فإن دولا إقليمية عدة وعلى رأسها إيران عززت الانقلابيين بأحدث الأجهزة والأسلحة بعد الحصار البحري والجوي من قبل التحالف العربي. تساؤلات عدة يثيرها الشارع اليمني عن موقع التحالف العربي وحكومة الشرعية، بل والمجتمع الدولي الذي يدرك خطر إمداد الميليشيا بالأسلحة وأثرها على استمرار الصراع في اليمن. مشاهدينا الكرام، سنناقش في هذه الحلقة مع الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نبيل البكيري، فأهلا ومرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. يعني عمل منظم، استمرار لتدفق الأسلحة بهذا الشكل، تم القبض على شحنة أسلحة هذه المرة من قبل الجيش والمقاومة، كيف تعلق؟ ليس العمل الأخير هذا، ليس العمل الأول ولن يكون الأخير. نحن أمام حرب إقليمية بكل ما تعني الكلمة معنا، وبالتالي نتوقع فيها كل مثل هذه العمليات التي دائبنا على مشاهدتها على امتداد أكثر من 3 سنوات أو 4 سنوات. العمل هذا مستمر منذ جيهان الأولى وما قبل جيهان الأولى. كنا نسمع عن سفن يتم مصادرتها قبل الانقلاب في ميناء ميدي والحديدة
ومن عدن أكثر من مرتين. أيضا الجديد في هذا المشهد أنه نحن أمام حرب واضحة المعالم بين شرعية وانقلاب، وبين التحالف العربي والشرعية، وأيضا الانقلابيون ومن خلفهم إيران ومن خلفهم الأطراف الدولية التي لها علاقات ولها مصلحة باستمرار هذا الانقلاب. وبالتالي أنا باعتقادي السؤال الآن يتوجه بدرجة رئيسية إلى التحالف العربي، التحالف العربي الذي صرح منذ أكثر من منذ أغسطس 2015 أنه سيطر على الأجواء اليمنية، أو مارس 2015 سيطر على كل الأجواء اليمنية وعلى المنافذ البحرية، واستطاع أن يدخل اليمن تحت إطار تصرفه وسيطرته. وبالتالي نحن السؤال يتوجه اليوم لهذا التحالف، أنه لازالت يعني وفي ظل الحديث المتكرر من التحالف أنه تم تدمير كل مخازن السلاح الموجودة لدى الانقلابيين في صنعاء وفي عدد من المديريات والمناطق والمدن التي تحت سيطرة الانقلاب. اليوم نشاهد أنه في إطار الحديث عن هذا التدمير لازالت هناك كميات كبيرة ومهولة من الأسلحة تصل، ومن طرق يفترض أنها تحت سيطرة التحالف العربي وتحت سيطرة يعني السيطرة الإسمية لما يسمى بالشرعية في اليمن، التي لم تستطع أن تدير الملف الأمني في هذه المناطق، سواء في عدن التي تعتبر العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية أو غيرها من المناطق. وبالتالي هذه الأسئلة التي يجب أن تلقى على عاتق التحالف العربي الذي يتحدث على أن هذه المعركة بالنسبة له هي معركة مصيرية. نعم. لكن الجديد والمفارقة أيضا أنه يعني منذ مارس الماضي حتى الآن يعني نتحدث عن مشاورات استمرت أكثر من شهرين، وأنه ونحن الآن لازلنا في عطلة لهذه المشاورات واستئنافها. باختصار هذه المفاوضات وهذا المطمطة للوقت الذي يتم في إطار هذه المرحلة بعد الضربات التي تلقاها الانقلاب بشكل كبير، يتم إعادة إنتاج ما يسمى أنه هذه المباحثات عملت بمثابة جهاز تنفس صناعي للانقلاب ليعيد ترتيب صفوفه ويعيد استجماع قواه، وأيضا مساهمة إيران وبعض الأطراف الدولية أيضا التي لها علاقة بهذا الانقلاب بإعادة تسليح هذا الانقلاب أو تسليح هذه الميليشيات. وبالتالي نحن أمام مشهد واضح المعالم. أيضا هناك أطراف لها مصلحة في استمرار تدفق السلاح، والسؤال يتوجه اليوم بشكل رئيسي إلى التحالف العربي، أين الرقابة وأين الحزم والسيطرة التي قلتم أنها مضروبة على السواحل وعلى الأجواء اليمنية؟ نحن نشهد اليمنيون يقتلون اليوم بسلاح جديد ومتطور، أيضا يتم إدخاله تحت رقابة أو تحت مسمى مساعدات إنسانية، ويمر عبر طرق شرعية أو تحت سيطرة القوى التحالف العربي. نعم، إذن سيكون معنا عبر الهاتف المقدم محمد علي، قائد لواء الدعم الأول في باب المندب من عدن. مساء الخير سيادة المقدم. مساء النور أختي ومساء النور الأخوة الضيوف. أهلا بك معنا، وبداية نود أن تحدثنا على الآلية التي تم القبض على أو ضبط هذه الشحنة سيادة المقدم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نشكركم على هذه الاستضافة. طبعا هذه الأعمال تمارس منذ العديد من السنين، أعمال التهريب. ولكن لله الحمد قدرنا أن نضبط هذه الأشياء لأنها بطرق متغيرة هذه المرة. يعني بعد أن طوق التحالف المنافذ البحرية، قام المهربين بطرق أخرى لتسهيل هذه الأمور، لتدخيل السلاح إلى العدوان الحوثي وعلي عبد الله صالح. ما الذي يعني تدفق الأسلحة للإنقلابيين في هذا التوقيت تحديدا، خاصة يعني ونحن يفترض على مسافة أيام من عودة المشاورات؟ والله هذا الذي استغربنا منه كثيرا. يعني كانت الأجواء البحرية هادئة، لا نرى إلا صيادين بقوارب صغيرة، ولكن جئنا معلومات بأن هناك شحنات كبيرة تخرج من الصومال ومن أثيوبيا بدعائم كبيرة، وتوقف وقوفها في السبع جزر السبع، ومن هناك يأتي القوارب الصغيرة التي هي قوارب الاصطياد تحمل الشحنات ومن فوقها تحط الأسماك وتذهب بها، يعني تمر من جزيرة ميون إلى المخا والحديدة، تمر بطريقة شرعية وبدون أن يعلم بها أي أحد. نعم، ما الذي كانت تحويه السفينة؟ ما نوع الأسلحة الموجودة؟
كانت تحوي يعني عدد كبير من سلاح الكلاشن وذخائر عديدة من ذخائر الآلي، كمية مهولة يعني. نعم. طيب يعني هذه الآلية التي تحدثت عنها قوارب صغيرة وتمر بصورة طبيعية لا يمكن الكشف عنها، ربما سؤال سيادة المقدمة، أين يعني أليست الموانئ البحرية والجوية أيضا تحت سيطرة التحالف؟ نعم، تم القبض عليهم طبعا، وهذا كله يعود بالشكر إلى الأخ محافظ محافظة عدن العميد عيدروس الزبيدي ومدير أمن محافظة عدن الأخ شلال علي شايع، وذلك كله كان بتنسيق مع التحالف، كل عملنا كان يعني مسهل والحمد لله من قبل التحالف ومن قبل قائد الزوارق صفوان العزيبي. نعم، هناك الحديث عن التحقيقات يعني قيل أنها ستنشر لاحقا سيادة المقدمة، أهمية نتائج هذه التحقيقات برأيك، يعني هل ستزيح عن تفاصيل مهمة؟ نعم نعم، هناك تفاصيل وهناك معلومات مهمة جدا لتجار موجودين في صنعاء الذين كانوا يحولون الأموال إلى جيبوتي وإلى الصومال، وتجار كبار، وهناك بعض المتآمرين الموجودين في بعض الموانئ لأحد الدول الصغيرة. نعم. طيب يعني مما سربته بعض يعني التحقيقات ان هذه الشحنه هي السابعه التي تم محاوله تهريبها، يعني هناك 6 شحنات تقريبا دخلت الى الداخل، هل يعني هناك تساؤل كيف استطاعت هذه الشحنات الدخول الى البلاد؟ نعم، كما ما اعترف زعيم القراصنه هذا الذي يهرب الاسلحه بان هذه تابع حمله له، وهو ليس الوحيد وانما هو واحد من عده مهربين. نعم. وأيضا أن التهريب الذي الآن يمر من يعني عبر ميناء المخا وعبر ميناء الحديدة، هذا ليس سوى جزء يسير وبسيط من التهريب الذي يمر من هذه المناطق برضه، من هذه الدول أثيوبيا والصومال، يمر برضه إلى ميناء البيضاء إلى المهرة والمقلة، هناك برضه تهريب هائل اعترف فيه الشخص واعترف بأشخاص واعترف بأناس كثيرين سيظهرون إن شاء الله في التحقيقات هذه القادمة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المقدم محمد علي قائد لواء الدعم الأول في باب المندب، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ما الذي يريده المجتمع الدولي بعد هذه المعلومات أستاذ نبيل؟ يعني سابع شحنة وربما هي الوحيدة التي تم ضبطها، هناك يعني هذا جزء يسير كما تفضل سيادة المقدم، هناك أكثر من منفذ يتم تهريب الأسلحة إليه، ومع ذلك يعني كل ما خرجنا به هو قلق بان كي مون كما اعتدنا. لا زلت اتذكر تحديدا تاريخ 23 يناير 2013، تاريخ دخول ما يسمى باللجنة التحقيق الدولية التي طالبت بها اليمن مجلس الأمن الدولي حينها معاينة ومراقبة السلاح الذي تم استيلاء عليه من الباخرة الإيرانية جيهان 1، وبالفعل حضرت لجنة دولية ورفعت تقارير، ولكن بمجرد أن رفعت هذه التقارير انتهى كل شيء بالنسبة للأمم المتحدة. كانت هذه واحدة فقط نموذج لمسألة التهريب الكبير الذي يتم تهريب الأسلحة إلى اليمن بشكل كبير. طبعا هذه المسألة ليست متعلقة بمرحلة الصراع الآن بشكل دقيق، يعني هي جزء من عملية كبيرة متوالية ومهولة. السلاح جزء أيضا من التهريبات، هناك تهريب أيضا للمخدرات، وهي من أهم، اليمن تعتبر اليوم من أهم طرق إمداد المخدرات لمنطقة الخليج العربي وأفريقيا. هذه المخدرات التي تأتي من إيران وتأتي من أفغانستان، وأغلب المهربين في للمخدرات والسلاح أيضا هم تجار إيرانيين وبحارة إيرانيين. الحديث الآن عن المجتمع الدولي، المجتمع الدولي من خلال ما نلاحظه من إشكاليات فيما يتعلق بمسألة المباحثات التي تمت في الكويت والتي فشلت بكل ما تعني الكلمة، معناه أنها لم تنتج ولا شيء، بل ربما زادت من تعقيد الأمور وعادت الأمور إلى مرحلة الصفر فيما يتعلق بالصراع القائم في اليمن. وبالتالي كل ما يريد المجتمع الدولي اليوم هي كما نلاحظ الآن هي نوع من شراء مزيد من الوقت، نوع من المراوغة التي تمثلت بإصرار الإنقلابيين على عدم الرضوخ للقرار الدولي 22-16، ومحاولة الآن في هذه المرحلة محاولة المجتمع الدولي القفز على هذا القرار
وأيضا في إطار هذا العمل السياسي الذي يتم والمراوغة السياسية نلاحظ كيف يتم تهريب السلاح ويمر هذا السلاح بطريقة أكثر يعني شبه شرعية من خلال موانئ تتواجد فيها قوى دولية وتتواجد فيها قوى التحالف العربي أيضا وتتواجد فيها أيضا الكثير من المراقبين الدوليين وخاصة في المناطق يعني ميناء بحجم ميناء جيبوتي من أهم الموانئ الآن العسكرية توجد في قاعدة فرنسية وقاعدة أمريكية وقاعدة إيطالية أيضا وفي المياه الإقليمية أيضا بين اليمن وجيبوتي هناك العديد من السفن التي سفن تابعة لإيران وتابعة للولايات المتحدة الأمريكية يعني نحن أمام لعبة واضحة ومكشوفة في مسار هذه ماذا تريد إيران يعني ولماذا يعني هذا الإصرار العجيب على الاستمرار في انتهاك المجال القومي لليمن والمنطقة أيضا؟ بالنسبة لليمن أنا باعتقادي هم الآن ينظرون لليمن أنها أصبحت جزء من مناطق النفوذ يعني أصبحت محافظة مثلها مثل كرمانشاه مثلها مثل طهران وقم ومثلها مثل بغداد اليوم ودمشق يعني نحن أمام مشهد واضح لا يحتاج إلى نوع من التفصيل فيه. الآن الذي يتم الآن ليست الهدف الآن بوجهة نظرهم الآن ليس لم تعد اليمن بالنسبة لهم تمثل شيء ممكن أن يعيق تحركاتهم بالنظر لأنه السلطة الشرعية أو سلطة الأمر الواقع الموجودة التي تدار هي سلطة ميليشيوية تابعة للحرس الثوري الإيراني والحاكمين الحقيقيين هم الحرس الثوري الإيراني اللي يحكمون في اليمن ليس هؤلاء الذين يظهرون على السطح بهذه البلادة وبهذه السطحية الموجودة هناك يعني استراتيجيين إيرانيين هم الذين يديرون المشهد في اليمن. الآن ليست المعركة بالنسبة لإيران ليست المعركة معركة اليمن فحسب هي تعتقد أنها انتصرت في اليمن إلى الآن وينظر الإيراني أنه حقق شيء كبير جدا دون أن يخسر شيء بالأخير هو قاتل بغير الإيرانيين وحقق ما يراه انتصارا. الآن الإشكالية الكبيرة الآن هي كيفية تطويق المجال القومي للخليج العربي. الخليج العربي هو الهدف المركزي وخاصة فيما يتعلق المملكة العربية السعودية نعم. تفكيك المملكة وضرب أمنها القومي والذهاب بعد ذلك إلى السيطرة على منابع النفط في الخليج العربي وإعادة إنتاج مجتمعات مختلة وطائفية كما هو الحال في المشهد العراقي هو الهدف المركزي من هذا العمل الاستراتيجي الكبير الذي تقوم به الإيرانيين. العمل الذي يجري اليوم بالنسبة للإيرانيين هو عمل استراتيجي ليس نتيجة يعني سقوط صنعاء أو نتيجة ولكن أستاذ يعني أنت تحدثني عن عمل استراتيجي كبير كما تفضلت هل يمكن يعني أن يغض الطرف المجتمع الدولي عن هذا الأمر أم أن هناك تواطؤات ربما هي أكبر من أن فهمها بهذه الصورة؟ يعني تحدثت أنت عن التحقيقات التي كانت في سفينة جيهان التي ذهبت أدراج الرياح هل غض الطرف من قبل المجتمع الدولي عن هذه التصرفات الإيرانية هو ما يعزز ثقة الإيرانيين بالعمل بالاستمرارية في العمل بهذه الصورة في اليمن؟ أولا المجتمع الدولي ماذا يريد؟ يعني المجتمع الدولي في الأخير هي قوى دولية لها مصالح ولها نفوذ ولها تحالفاتها الجديدة والقديمة والتحالفات السرية والظاهرة والمكشوفة. نحن أمام مجتمع دولي عبارة عن مجموعة مصالح للقوى الدولية والنفوذ في هذه المناطق يعني منطقة الشرق الأوسط منطقة اليمن تحديدا البحر العربي خليج عدن الباب المندب هذه تعتبر من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم باعتبارها من أهم مناطق شريان مرور النفط حيث يمر يوميا أكثر من 3,200,000 برميل نفط يوميا على هذا المنبر وعلى هذا المنفذ وتمر أكثر من 25,000 سفينة سنويا يعني نحن أمام حجم هائل جدا من يعتبر شريان للتجارة والدولية وبالتالي يهم العالم اليوم هنا من سيستطيع أن يدير هذا الملف أو هذا المنفذ ويحقق ويساهم في تنفيذ رغبات ومخططات المجتمع الدولي وهذه القوى أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا وبالتالي الآن يشوفوا أنه إيران في هذه المرحلة استطاعت أنها تسقط الدولة والشرعية في اليمن وتحاول أن تحكم من خلال هذه الميليشيات وبالتالي هم يريدوا أن يضمنوا وجود حليف لهم في اليمن من خلال إما إيران كميثاق لمفاوضات الملف النووي أو أي طرف قادر على أن يحسم. الآن المجتمع الدولي هو مع من يسيطر على الأرض وليس مع أي جانب سياسي أو عقائدي. نتحدث عن هذا بشكل أكبر أستاذ نبيل. ينضم إلينا الآن العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، تحية لك والأخ نبيل والأخ محمد اللي شرفتني بالكلام
ضيوفكم الكرام، ولو سمحتي الصوت مو واضح كثير. سأرفع صوتي سيادة العميد. بداية، كيف تقرأ أو كيف تعلق على مسألة استمرار تدفق الأسلحة لتحالف الانقلاب من قبل يعني إيران في هذه المرحلة تحديدا، ورغم سيطرة التحالف على يعني الموانئ وأيضا على الجو؟ أنا أعتقد أنه لا يمكن فرض سيطرة كاملة على مواني بآلاف الكيلومترات من قبل التحالف والجيش اليمني الفتي، لا زال يملك لم يملك إلى الآن مقومات سلاح البحر بشكل كامل. لكن أعتقد أنه البيئة الدولية الضاغطة ومنها إيران حريصة على أن تبقى المنطقة وبالذات اليمن على صفيح ساخن. لكن هناك أكثر من علامة استفهام. هناك مواني في المحافظات الجنوبية، في الغيضة، في المكلا، في شبوة، في أبيان، وكذلك أعتقد من عدن. ثم الأهم، كيف تعبر مثل هذه الشحنات عبر باب المندب؟ ثم سؤال مهم أيضا كبير للتحالف وللقيادة اليمنية، لماذا لا زال ميناء المخا هو الشريان الحيوي إلى الآن للانقلابيين؟ لماذا لا يدمر؟ لماذا لا يحتل؟ لماذا لا يحرر؟ هناك أسئلة كثيرة وعلامات استفهام. أنا فقط أود إشارة فقط إلى نقطتين أشار لها الزميل الكريم نبيل. نعم. وقال أنه التحالف أعلن عن تدمير كامل المستودعات للذخيرة. الكلام غير دقيق قليلا، لأنه أعلن عن تدمير ما يثبت حوالي 85% من الأهداف التي تعرفت عليها القوات التحالف في حينها. ولكن ندرك أن اليمن كان يبني نفسه علي عبد الله صالح ويبني جيش خاص فيه منذ ثلاثة عقود. نعم. ولديه من الأسلحة ومن المستودعات من الذخائر الشيء كثير جدا. ما يصل هو لتعويض يبدو لي الخطوط الأولى، ولا لازال عنده، أنا أعتقد أنه لازال عنده تحت الجبال وتحت الأنفاق وفي مستودعات الشيء الكثير. نعم. النقطة الأخرى، إيران لم تنجح في أو تنتصر في اليمن. إيران خسرت وبشهادة الجميع، ولكن مع الأسف لازال لها أذرع في اليمن. لا نتصور أن التهريب الذي يأتي من كثير من الموانئ اليمنية لا يشارك فيه يمنيون مع الأسف. علي عبد الله صالح لازال لديه أدواته، لازال لديه بنية مع الأسف خفية وخلايا نائمة، وكذلك الحوثيين وكذلك تجار الحروب في مثل هذه الأمور ينشطون، والقراصنة في البحر. نعم. وبالتالي العملية معقدة قليلا ولكنها ستنتهي إن شاء الله في أقرب فرصة. نعم، يعني تعقيبا على النقطة الثانية سيادة العميد، يعني هو حين تحدث الأستاذ نبيل أن إيران لم يعني انتصرت وأنت تقول أنها لم تنتصر، ويتحدث أنها يعني هي تتوهم هذا الانتصار وبالتالي هي تعمل على هذا الأساس. يعني نعم الأذرع ما زالت موجودة في اليمن، ولكن يعني هل نستطيع القول أن الميليشيا استغلت الهدنة التي أعلنها التحالف لإعادة ترتيب صفوفها وأوراقها وإمداد نفسها بالسلاح بطرق غير مشروعة كما حدث في هذه السفينة؟ لا شك أختي الكريمة أنه 70 يوم مرت بالهدنة، كانت كما أشار الزميل الأخ الكريم نبيل إلى أنه كان متنفس وجهاز تنفس اصطناعي لإعادة ترتيب أوراقهم في الداخل من خلال التهريب ومن خلال التجميع وإعادة انشار قواتهم والتفكير وعمل خطط جديدة ومحاولة كسب شيء على الأرض ليساهم في أعمالهم على الطاولة. مع الأسف أخفقت الحكومة اليمنية، ونقولها بكل صراحة ووضوح أنها استمرت 70 يوم. وفي النهاية سمعنا معالي وزير الخارجية اليوم عندما يتحدث ويقول كنا نتبع السراب، فهذه الجملة ليست سياسية. يفترض من اليوم الثاني عندما تأخر مندوبي الانقلابيين عدم وصولهم الكويت تنسحب الحكومة. الحكومة لا تمثل نفسها، تمثل الشعب اليمني بالكامل، وبالتالي هناك خلل ما نتمنى أن تردم الهوة وألا يتكرر مثل ذلك. وبعض المطالبات بضمانات دولية حول الاجتماع القادم أنا أعتقد أنها ستكون بنفس خطوات. ألا يمكن نعم، ألا يمكن الحديث عن أن الخلل هو في المجتمع الدولي الذي يمارس ضغوطات دولية شديدة على الحكومة اليمنية ولا يمارس ربع هذه الضغوطات على الميليشيا وعلى إيران التي تمدها بالأسلحة؟ المجتمع الدولي عندما يسمع رئيس جمهورية أو قائد تحالف أو رجل في دولة ما يقول لا، ينصت له. أما الذي يوافق على كل متطلباتهم سيستمرون في فعل ما يشاءون. القوي يحترم، الضعيف لا يحترم. مع فخامة الرئيس عندما وصل إلى مأرب وألقى خطابه لقى صدى محلي وإقليمي ودولي، وبالتالي استعجلت الأمم المتحدة في إرسال مندوبها للرياض
ولمقابلته، وانا اعرف ان هناك وزير مكلف بملف المفاوضات، افترض انه ما ينقابل اسماعيل ولد الشيخ ويتبلغ منه متطلبات الشعب اليمني عبر حكومته ولا يقابل الرئيس. لم نجد من مندوبي الامم المتحده ومن الامم المتحده الا اداره ازمه لا تعمل على الحل، هم يقتاتون على ذلك. وانت اشرتي اختي الكريمه في اول حديثك الى مثل هذا الكلام. نعم، اذا يعني كيف تقرا يعني كيفيه المشاورات القادمه في ظل ما هو حاصل عسكريا؟ يعني هناك ربما اعاده ترتيب صفوف للميليشيا، هناك يعني خلل في معادله الحرب العسكريه، هل يمكن ان تستمر بهذا الشكل المشاورات السياسيه؟ انا اتكلم بوجهه نظر شخصيه، انا ادرك ويدرك المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة أن الإنقلابيين أصبحوا في وضع ضعيف جدا، وما ضغوط إيران وروسيا وأمريكا وبريطانيا على الأمم المتحدة وإرسال المندوب إلا لمعرفتهم أن الجيش اليمني والمقاومة قادرة على دخول صنعاء وإخراج الحوثيين. العالم مع الأسف يريد أن يبقى اليمن على صفيح ساخن والمنطقة بأكملها، لكن يجب أن نقول لا، يجب أن نكون أقوياء. العالم سيحترمنا إن وجدنا أقوياء. دول صغيرة أصغر من الدول العربية ودول التحالف لا تستطيع أو تتجرأ الأمم المتحدة أن تلقي بظلالها وعلى مشهدها بهذا الشكل المقيت. مع الأسف نحن لدينا عواطف أكثر من اللزوم، يجب أن نكون أقوياء. تتحرك القوات اليمنية بدعم من التحالف لدخول صنعاء، لا بد من صنعاء وإن طال الزمن، وإذا سقط صنعاء تهاوت جميع المحافظات اللي لا زالت في إقليم أزال ويعود الأمن والسلم لليمن. الحوثيين والإنقلابيين نفسهم الآن قصير وإمكانياتهم محدودة، هم يعتمدون على المناورات السياسية من الدول الدولية القوية والعالم في الأمم المتحدة، وبالتالي نحن نماهي ونتماهى مع هذه النظرية، ويفترض أنه وصلنا إلى طريق مسدود. أنا أعتقد أنه لم يعد هناك خيار صالح للعمل في اليمن إلا خيار واحد وهو استخدام القوات المسلحة. إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. اسمح لنا أستاذ نبيل أن تسعد المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ نبيل. ربما تعقبا على حديث العميد حسن الشهري، يعني هو طرح معلومة أن العالم يريد أن يبقى اليمن على صفيح ساخن، لماذا برأيك؟ أنا أتفق تماما مع ما ذكره العميد حسن الشهري، والعميد حسن الشهري كمحلل عسكري وكخبير عسكري هو أدرى بمسائل الجانب العسكري ويعلق على في مسألة هو من اختصاصه، وبالتالي حينما تحدث على أن الحسم العسكري هو الخيار الوحيد في اليمن معناته أنه استنفذت كل الخيارات ولم يعد هناك سوى الحسم العسكري. المجتمع الدولي حينما يذهب أو حينما يرى إلى مشهد كالمشهد اليمني، من مصلحة المجتمع الدولي أن تبقى هناك بؤرة صراع. هذه بؤرة الصراع أولاً تمثل المجتمع الدولي والبعض للشركات العابرة للقارات، شركات الأسلحة وتجار الأسلحة، أهم بؤر بيع وسوق رائجة لبيع أسلحتها وبيع منتجاتها القتالية. هذا جانب. الجانب الآخر أنه هناك اشتغال على مسألة منطقة الشرق الأوسط أن تبقى ليس فقط اليمن، المنطقة كلها، الاشتغال على بعد الصراع الثنائي ثنائية السنة والشيعة وصراع الطوائف والمذاهب في هذه المنطقة لتظل هذه المنطقة عبارة عن صفيح ساخن العالم كله يتفرج عليها، وهي تذهب إلى انهيارات مجتمعاتها بهذا الشكل الذي رأينا. نحن عشنا ما بعد سيس بيكو في حدود كنتونات قومية أو وطنية كانت إلى حد ما تعتبر إنجازا في تلك المرحلة والعبور بها إلى مرحلة الدولة الوطنية، لكن اليوم نلاحظ أنه سيس بيكو سيأتي ربما قد يكون قيلنا سيترحم على سيس بيكو، على اتفاقية سيس بيكو التي كانت عبارة عن كنتونات وطنية وضعت حدودا وإن كانت مصطنعة وغير منطقية. لكن اليوم الذهاب إلى ما نراه المشهد في العراق ونرى المشهد في سوريا وما يراد أيضا أن ينزلق إليه المشهد اليمني، نحن أمام
اشتغال خبيث يريد من خلال قر المنطقة إلى صراعات إثنية ومذهبية تفتت عضد وجود أو أمل وجود دولة وطنية مستقبلا في هذه المنطقة، ليظل العالم يتفرج ويبيع سلاحه ويتاجر بآلامنا ويشتري مزيدا من الوقت ليتفرج. ونلاحظ أيضا وجود أمم متحدة ووجود منظمات دولية ووجود هذا الاشتغال الموجود وما يسمى بسوق الحرب أو اقتصاد الحرب الذي نراه في المشهد الدولي. نعم، طيب يعني أيضا هو تحدث عن ميناء المخالي، ما حتى الآن يعني لم يتم تحرير مثل هذا الميناء الذي يعد الشريان الوحيد الذي يعني ربما المتدفق بالنسبة للميليشيا، يعني على الأقل لقطع الأسلحة، يعني هذه ليست المرة، ولو أنه يعني هناك كما يقال أكثر من باب مفتوح لهم، هل يعني وهذا الميناء يعد هو الوسيلة الوحيدة أو التدفق الأسلحة لإطالة أمد الحرب بالنسبة لي بحسب ما ظهر الإعلام، على اعتبار أن المخا شريان وحيد، هناك أكثر من شريان للانقلاب. نعم. يعني على امتداد ساحل البحر العربي، سواحل البحر العربي والبحر الأحمر. لكن فعلا السؤال المهم والجوهري الآن هو بتساؤل الأستاذ والعميد حسن حول ميناء المخا. ميناء المخا أنا أعرف هذه المنطقة جيدا، هي المخا الميناء على بعد أقل من 15 كيلو من جبهة ما يسمى بالتحالف العربي ومعسكر التحالف العربي في منطقة المندب أو ما يسمى منطقة ذباب، وبالتالي المسافة ممكن تقطع يعني خلال أقل من 5 دقائق بالسيارة بين الميناء وبين معسكر التحالف العربي. وهذا السؤال الذي يجب أن يوجه، يعني لماذا لم يتم الدخول إلى ميناء المخا رغم أنه إمكانيات الانتصار في هذه المعركة تكاد تكون يعني 100% لصالح قوة التحالف العربي. وأيضا ليس فقط المخا، السؤال هو تعز كلها، معركة تعز كلها معركة يعني مركزية وجوهرية بالنسبة للتحالف العربي، ولكن لا حد الآن يعني كل المعارك وكل التقدمات التي حصلت هي لحدود شطرية سابقة، حدود ما قبل 90 على امتداد يعني حدود تعز من لاحق حتى وصولا إلى باب المندب، وكأنه هناك نوع من قرار لا ندري ما طبيعته يراد طبخه في هذه المنطقة، اشتغال لا يصب ليس فقط في صالح التحالف العربي أو ليس فقط يعني في صالح هذه القوى المقاومة الجنوبية وما تسمى المقاومة الجنوبية، ليس في صالح التحالف العربي أساسا، التحالف العربي، بل إنه هذه المعركة بهذا الاشتغال بهذه الذهنية هي ضد التحالف العربي، ضد استراتيجية التحالف العربي، بل وتعمل على هزيمة التحالف العربي بأدواته وآلياته التي حشدها إلى اليمن. طيب هل يأتي إعلان الحوثيين عن تصنيع الأسلحة من باب درء الرماد على العيون حتى لا يتم كشف هذه الطبخة التي يتم مسألة هذه من البروبوغندا الحروب التي نراها كثيرا في المشهد الإيراني على امتداد ما بات يسمى بالمثلث أو بالهلال الشيعي الممتد من طهران فبغداد فدمشق فبيروت، يعني استكمال للمسلسل البروبوغندا والحضور الإعلامي الكبير على أنه يعني هذه الجماعات أصبحت تمتلك مصانع الأسلحة، يعني جماعة مش قادرة توفر لقمة العيش للمواطنين في اليمن، مش قادرة يعني توفر حماية أمنية لعدد من المناطق، وهم يتحدثون عن صناعة سلاح. يعني هذه من العجائب ومن النكت الممقوقة التي أصبحت لا يطيقها اليمني ويتناولها في وسائل التواصل الاجتماعي بنوع من السخرية الحادة والمقيتة. إذن ماذا يعني السلام مع تحالف انقلابي ما زال السلاح يتدفق إليه حتى اللحظة؟ أنا أقول دائما السلام بهذه الخطة وبهذا البند وبهذا بهذه التكتيكات التي نراها مثلا على امتداد مرحلة شهرين من الكويت هي هزيمة كبيرة وتهديد وجودي لأمن واستقرار المنطقة وقر المنطقة إلى صراعات مذهبية وطائفية ستنفجر حتما في المملكة وفي غير المملكة، لأن نحن أمام مخطط واضح المعالم لا نحتاج أمامه إلى نوع من التداكي ومزيد من الكشف والبحث. الوجهة واضحة أنه إسقاط اليمن أو الاعتراف بشرعية هذا الانقلاب يعني الذهاب إلى المملكة العربية السعودية فاتحين كما تقول أجندتهم وتقول أدبياتهم وتقول الواقع المشاهد اليوم على امتداد هذه المرحلة. نعم، إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف عبد الرقيب الهدياني الصحفي من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أستاذ عبد الرقيب، من خلال قراءة بعض المواقف بخصوص شحنة الأسلحة، هل ثمت خيوط خفية برأيك تقف خلف هذه الشحنة؟
بداية التحية لك أختي الكريمة ولضيفك ولمشاهدي قناتكم الغراء. الموضوع موضوع شحنة الأسلحة والتهريب هو الحديث الشاغل للرأي العام هنا في عدن وفي اليمن عموما. يعني كشفت هذه العملية عن حجم التواطؤ ويعني حجم الفراغ المتروك لهذه الميليشيا وللانقلابيين، واتضح سر صمودهم على مدى عام كامل من الحرب. الاستجواب الذي تم ونشر أمس لقائد الزعيمة التي هربت السلاح والتي استجوبته المقاومة الجنوبية في الصبيحة، تحدث عن معلومات مهولة. هو قال أن هذه الصفقة التي أوصلها إلى التي كان بصدد إيصالها إلى الانقلابيين هي السابعة. هو يعترف أن هناك ست صفقات وحمولات بأسلحتها وصلت إلى الانقلابيين بسلام. هو تحدث عن منافذ بحرية مفتوحة أمام المهربين، بل قال أن التسهيلات الحاصلة لهذا المنجب أغرت مهربي السلاح وجعلتهم يتنافسون مقابل يعني آلاف أو يعني الأموال الطائلة التي تقدم لمثل هذه الصفقات. هناك منفذ في شبوة تحدث عن ميناء بالحاف، وقال أنه يعني التي يوجد فيها الشركة الفرنسية. قال هو مراقب ولكن ليس من أي جهة يمنية ولكن جهة دولية. الخلاصة أن الانقلابيين حصلوا على شريان أمدهم بالسلاح ولا زال يمدهم، والمطلوب من التحالف ومن الشرعية أن تقف أمام هذه الكارثة يعني التي صدمت الشارع اليمني، ويعني كشفت عنها هذه الشحنة الأخيرة، كشفت عن خيوط ويعني منافذ وشريانات يتغذى من خلالها الانقلاب ويصمد كل هذا الصمود ويقاتل ويواجه. وبالتالي لا معنى للمعركة، لا معنى للحفل. يعني كان المجتمع الدولي يعني يريد أن يدفع الشرعية إلى أن تقبل بهذا الانقلاب. ويعني نتمنى هل نفهم استاذ عبد الرقيب من حديثك ايضا ومن تدفق الاسلحه باتجاه تعز ان هذا هو ما يراد له في هذا التوقيت بالذات قبل الذهاب الى المشاورات؟ هل كان يراد البسط اكثر على مساحات اوسع في تعز؟ يراد تقويه موقف الانقلابيين في اكثر من جبهه، بل تقدموا منذ بدء مشاورات الكويت كحصيلة جميع المعارك التي تجري في إطار هذه الفترة هي في مناطق كانت خاضعة للشرعية، أي أن الانقلاب تقدم خطوات في مرحلة وفي فترة عقد مشاورات الكويت. تمدد الانقلاب وحصل على يعني مكاسب على الأرض، وبالتالي ضاعت هذه الفترة دون أي تقدم. هي شراء للوقت، وبينما الانقلاب يهدد ويتوعد ويتقدم ويهاجم، والطرف الآخر الطرف الشرقية محكوم بالخوف أو يعني بالالتزام للقرارات الدولية وللضغط الدولي. وبالتالي كانت كلمة الرئيس عبد الرب منصور هادي من مأرب كانت مطلوبة وكانت قوية، أننا لن نذهب إلى مفاوضات. نعم، طيب أستاذ عبد الرقيب، يعني ماذا عن مسألة حضور خفر السواحل في الشريط الساحلي تحديدا؟ هل يعني كان هذا الحضور ف...
فقدنا الاتصال. إذا شكرا جزيلا لك عبد الرقيب الهدياني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، في الأيام الأخيرة اتضح أن الدور الأممي يمارس ضغوط غير عادية على الشرعية، وربما ما حدث أخيرا يثبت ذلك، للقبول أيضا بتشكيل حكومة ائتلافية، للقبول ب يعني الحلول التي تطرحها مشاورات الكويت تحت سقف يعني الطموحات أو الشروط التي وضعتها الحكومة. ما خطورة تلك الضغوطات على مسألة استعادة الدولة؟ لا شك أنها ضغوطات تذهب أو هي تتناقض مع وجود دولة حقيقية، لأنه الذهاب إلى 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 صيغة ما ترسمه أو ما تتوخى هذه الضغوط، بمعنى أنه احنا نقبل بشرعية مزيفة وشرعية انقلابية تم فرضها بقوة السلاح وبالحديد والنار، وبالتالي أي شرعية سنتحدث عنها بعد ذلك. إذا كانت مثلا التسريبات اللي تتحدث عن وجود ما يسمى بضغوطات لتشكيل حكومة وطنية أو ما يسمى تحت بند حكومة وطنية، هذه الحكومة الوطنية يتم تقاسمها ثلاث يعني ثلاث للانقلابيين الميليشويين الحوثية، وثلث لعلي عبد الله صالح وجهازه السابق، وثلث للشرعية. يعني نحن أمام مهزلة بكل ما تعني الكلمة المعنى، بل المهزلة الأكبر أن يتم الترويج لمثل هذه الأحاديث أو التماهي معها من قبل ما تسمى بالشرعية الموجودة اليوم. يعني أن يتم تمرير مثل هذه الكارثة يعني بعد كل هذه التضحيات التي قدمها اليمنيون على امتداد أكثر من عام ونصف من الشهداء ومن تدمير بنية البلاد، ويعني هل يمكن أن تقبل الحكومة بذلك؟ أنا باعتقادي إذا قبلوه بمعناته أنه ليس هناك فارق كبير بينهم وبين الانقلاب. يعني ما هو الفارق الجوهري؟ الفارق الجوهري اليوم هنا هي استعادة كرامة الناس، استعادة دولتهم، استعادة آمالهم، ومداواة جراحاتهم، ويعني وتحقيق ما خرج الناس من التضحية من أجله، وهي الدولة، دولة النظام والقانون والعدالة والحرية. طيب هل يعزز إلى ذلك أن القناعة التي تقول أن المجتمع الدولي يسعى لتشجيع الانقلاب؟ المجتمع الدولي ليس قدراً، المجتمع الدولي يجب أن يفهم العالم أنه المجتمع الدولي ليس قدراً مضروباً، يقف مع الأقوى، يقف مع صاحب القضية الأقوى، صاحب من يتمسك بحقه. المجتمع الدولي نحن رأينا تآمر المجتمع الدولي على مثلاً على القضية الفلسطينية على امتداد أكثر من نصف قرن، وبالتالي هل سحق الفلسطينيون الذين تمسكوا بقضيتهم؟ الفلسطينيون لازالوا اليوم رقم صعب في المعادلة الإقليمية والدولية بكل المؤامرات التي حيكت ضدهم. المجتمع الدولي مع يعجز أمام صاحب الحق والقضية الواضحة التي يدافع عنها. المجتمع الدولي ربما يمرر قضايا على الإنسان الذي لا يدافع على حقوقه ويتماهى معه. المجتمع الدولي يتعامل مع حقائق موجودة على الأرض. أنت قادر على بسط نفوذك ووجودك على الأرض وتدافع عن حقك وسيادتك وكرامتك، المجتمع الدولي يحترمك. المجتمع الدولي مع الأقوى وليس مع الضعيف والمتردد. هل يمكن أن تكون هذه السفينة سببا للحكومة لعدم الذهاب للمشاورات؟ أنا باعتقادي أنه هذا واحد من الأسباب الجوهرية. هناك أسباب عديدة ممكن أن يعني مسألة الجلوس لمدى أكثر من شهرين والحديث عن تهريج سياسي يسمى بوقف إطلاق النار. أين حدث وقف إطلاق النار؟ يعني امتداد شهرين من المباحثات العبثية والمعارك ضارية، يتم حصار مدينة كتعز ويتم تدميرها يوميا بعشرات الصواريخ وقذائف الدبابات، يوميا يسقطوا الأبرياء والعشرات من الأبرياء يسقطون، وبالتالي مستمرين في 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 أداء هذه الدور المسرحي لمسمى مباحثات سلام. كيف أنا يعني أتساءل هنا كيف يمكن؟ إذن أخيرا أستاذ نبيل، يعني لم ينجح الحل العسكري ووصلوا إلى مرحلة البحث عن حلول سياسية، إلى الآن الحلول السياسية تشي بغلق جميع الأبواب، إلى أين ستذهب اليمن بهذا الشكل؟ ستذهب إلى الهوية إذا سلمنا قدرا وجدلا بهذا المصير أنه انسدت الأفق للحرب، لأنه الحرب الآن لم تنتهي بعد الحرب، المعركة لازالت قائمة، والحديث عن مسارات سياسية بمثل هذا التواطؤ الدولي الواضح لشرعنة الانقلاب، نحن سندخل في متاهة لن نخرج منها على امتداد أكثر من 20 عام. ستذهب اليمن لاقتتال أهلي ومذهبي، وسيكثر أمراء الحرب وأمراء الطوائف، وسنذهب إلى مجزرة لن تتوقف على الحدود
الجغرافية المسمى الجمهورية اليمنية. نعم. بل ستنطلق إلى الإقليم كله شمالا وجنوبا. إذن شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي نبيل البوكيري، كنت معنا في المساء اليمني لهذا اليوم. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.